الصيام مهم، ولكن ممكن للإنسان أن يتخلص منه، صحيح ولا؟ ممكن الإنسان أنه ماذا يهرب حتى لو كانت بنية الهرب. أنا الآن أجيت أنا صايم، أذن علي آذان الفجر وأنا صائم، شو بتروح عطشان، شو بتروح تعبان، شو بتروح إلى آخرها. ضربت مولانا السلف وطلعت بالسيارة مالتي. هسه يمكن شوية أنتم لأنه أحياكم متداخلة يمكن شوية صعوبة فيها، يعني مثلا في العراق بغير بلد أكو مساحات مفتوحة، يمكن للأحمدي أنت تقدر تتخلص يعني. المهم يعني من حسب ما أعرف أنا من داخل العاصمة إلى الأحمدي يوصل إلى 60-65 كيلو هكذا، فأكو مساحات خالية فيخلص يعني الإنسان. المهم الإنسان يخرج مسافة شرعية 22 كيلو أو 25 كيلو، ينتهي إلى هناك يشرب لمولانا مية شوي ويرجع، خلاص سقط الصيام ولا عليه حرمة ولا كذا، ويصوم هذا اليوم بعد شهر رمضان. المهم ويأكل ويشرب.